أما هلأ فرح أروح على إربد والأردن. بمحافظة إربد بالأردن تحديداً تم افتتاح صرح طبي ضخم مخصص فقط للمرضى السوريين بالبلاد، هو مجمع برد الطبي. ومعنا للحديث عن هذا الموضوع عبر السكايب ماهر الزعبي، مؤسس ومنفذ مجمع برد الطبي. يسعد أوقاتك. السلام عليكم. وعليك السلام. بداية، شو هو مجمع برد الطبي؟ بشكركم على الاستضافة الكريمة. مجمع برد الطبي هو عبارة عن بناء في منطقة شعبية في محافظة إربد. البناء مؤلف من 5 طوابق فيه جميع العيادات الاختصاصية، وفي ماينر غرفة طوارئ يكون بمشفى مجهز بتجهيزات ضخمة، فيه قسم فيزيوثيرابي علاج طبيعي، فيه جميع الاختصاصات اللي بحتاجها المريض السوري. نعم. طيب شو الحاجة لإقامة مجمع خاص للسوريين رغم وجود مشافي كتيرة؟ يعني في خصوصية للمرضى السوريين؟ صراحة هو فكرة تأسيس مجمع برد الطبي لم تكن وليدة اللحظة، يعني لم يكن قرار مفاجئ، هو امتداد لتراكمات مؤلمة رافقت رحلة اللجوء السوري على الأردن خلال 6 سنوات الماضية. اللي بيميز مجمع برد الطبي إنه عبارة عن عيادات اختصاصية، والشيء تفرد فيه المجمع. المريض السوري ما كان عنده المقدرة إنه يروح على طبيب أخصائي ويعمل تحاليل المخبرية ويعمل صور الأشعة ويصرف دواءه نتيجة ارتفاع التكلفة. يعني مجرد زيارة طبيب أخصائي مع كامل فحوصات مع الأدوية بتكلفه حوالي $100. فنحن بمجمع برد الطبي حاولنا أو بنحاول ونسعى أنه يعني نتجاوز هالعقبة هاي، فبرسم استيفاء بسيط جدا هو عبارة عن $7 أو 5 دنانير بيفوت المريض السوري على كافة عيادات الاختصاص بالمجمع، وبعمل تحاليل المخبرية مجانا، وبعمل صور الأشعة مجانا، وبالمرحلة المقبلة إن شاء الله يتم صرف الدواء له مجانا. جميل. يعني في وعد كمان انه بالمرحله المقبله كمان يتم صرف الدواء للمراجعين. عدد العيادات اللي بيوفرها المركز لو تعطينا فكره عن بعضها يعني كمان. نحن عندنا بالطابق الاول عيادات طب عام، 4 عيادات مع غرفه طوارئ مع غرفه اكسجين وتبخيره لتلقي الاسعافات اللازمه في حال امراض الصدر والامراض المزمنه. عندنا بالطابق الثاني عياده باطني، عندنا عياده أسنان، عيادة عيون، عيادة مسالك بولية، عندنا بالطابق الثالث عيادة نسائية، عيادة أورام صلبة، عيادة أطفال، عيادة أنف وأذن وحنجرة، عندنا بالطابق الرابع عيادة تغذية وعيادة أطفال وقسم فيزيوثيرابي، والطابق الرابع مجهز بمصلى كمان. نعم. أدي عدد السوريين اللي ممكن يخدمهم المركز؟ المركز هو كان واسطة العقد بالمحافظات الشمالية، بمحافظات إربد وجرش وعجلون والرمثة والمفرق. يعني في ميزة بالمحافظات الشمالية بالأردن أنه سهولة يعني قصر المسافة بين المحافظات، فنحن عندنا بشمال الأردن حوالي 720 ألف لاجئ سوري. نعم. ماهر الزعبي، يعني مؤسس ومنفذ مجمع برد الطبي، كنت معنا عبر السكايب، شكرا جزيلا لك.